أعلنت ماجدة عبد العليم زوجة الفنان محمد محمود عن تعرضه لحادث سير أثناء قيادته سيارته الخاصة صباح اليوم. ونشرت عبد العليم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لسيارة زوجها، مشيرة إلى أنه نجا من هذا الحادث المميت وهو بصحة جيدة حاليا. يذكر أن الفنان محمد محمود يشارك خلال رمضان المقبل في عملين، وهما وصل أمانة بطولة نجمي مسرح مصر علي ربيع ومصطفى خاطر من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التوني ومسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق بطولة النجوم الشباب محمد عبد الرحمن ومحمد سلام، وهو عمل مكون من 15 حلقة ومقرر عرضه في رمضان المقبل. تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ومن إخراج إسلام خليل.